طيب سي ان انا عايزين ناخد اكزامبل على المالتيبليكيشن. ايه الـ ايه التو كوانتيتيز مالتيبلايد ايتش اذر؟ زي ايه؟ زي مثلا الفوليوم او الاريا. ابسط حاجه الاريا. انا عندي بلاي جراوند وعندي اللينث بتاعها ساي كام يا ليس بلاي جراوند اللوجيك؟ 100. يا نهار ابيض، ما اعرفش على عقودتك انت بقى. وهنا 40. دي الاكشوال فاليوز دي يا اولاد، الاكشوال فاليوز، القيم السليمه. لكن المره دي بقى كفايه بقى يا ايه وجانا، هنروح لايه؟ لبكر ونروح لسعد. بكر رجع لي بفاليو، قال لي يا باشمهندس المسافه 40 بلس اور ماينس 0.2. وسعد قال لي يا باشمهندس المسافه 100 بلس اور ماينس 2. هنا بلاش 2 عشان ما تتكررش كحتى رقم اهو 0.7. يلا يا عم، يبقى 40 بلس اور ماينس 0.2 100 بلس اور ماينس 0.7. المفروض ان الاريا الحقيقية تكون كام؟ ها؟ 4000 سكوير متر، صح كده؟ دي المفروض القيمة الحقيقية اللي تطلع لي. بس أنا نفسي أكتب القيمة دي بلس أور ماينس، زي ما اللينث مكتوب بلس أور ماينس، أو الويث مكتوب بلس أور ماينس، وكمان اللينث مكتوب بلس أور ماينس. نفسي أنا كمان أكتب الأريا بلس أور ماينس. أجيب البلس أور ماينس بتاعها إزاي؟ القاعدة بتقول، أو المخ بيقول، أو العقل بيقول، إذا حبينا نبسط عمليات الضرب يبقى لازم من الافضل تجيب الريلاتيف ايرور بتاع بكر والريلاتيف ايرور بتاع سعد، وبعدين تضربهم في بعض ولا تجمعهم في بعض على بعض. قولوا يا اولاد نجمعهم ولا نضربهم في بعض؟ لا نجمعهم. ماشي، نجرب ونشوف. تعالوا كده، اولا الريلاتيف ايرور بتاع بكر بكام؟ 0.2 ديفايدد ايه 40. والريلاتيف ايرور بتاع سعد كام؟ 0.7 over 100. إذا الريلاتيف ايرور بتاع الاريا بكام؟ بالريلاتيف ايرور بتاع بكر بلس الريلاتيف ايرور بتاع سعد. يعني كام؟ يلا الآن حاسبة بسرعة. 0.2 0.7 هيساوي كام؟ اكتب هنا كام يا أولاد؟ ماث بقى، ماث مش فيزيكس دي. يلا بسرعة شوية. 0.02 0 كام؟ 12؟ اه حاضر. دي الريلاتيف ايرور بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ الاريا. طيب هل 11 ولا 12؟ ما علينا، مش مشكلة بسيطة. ماشي، هل ينفع احط هنا بلس اور ماينس 0.012؟ ينفع؟ لان اللي بيتحط هنا هو الابسوليوت مش الريلاتيف. واحنا قلنا ان في المالتيبليكيشن بجيب الريلاتيف ثم اجيب منه الابسوليوت.
طيب تقدر نجيب الابسوليوت؟ اه نقدر نجيبها ازاي؟ معلش هنكمل هنا الحته الصغيره دي. هنقول ان ها الابسوليوت ايرور بيساوي الريلاتيف الريلاتيف مضروبه في مين؟ في الاريا، صح كده ولا مش صح؟ في الاكشوال فاليو احنا كنا مسمينها اكس، صح ولا لا؟ في لخبطه ولا في ولا الدنيا ما واضحه؟ لا واضحه يا مستر. واضحه ولا في لخبطه؟ طيب حد يضرب لي بقى بسرعه بكام؟ الناس بيقول لي ب 48 متر سكوير. خلاص؟ اذا الصيغه النهائيه اقدر اعمل لها ريبريزنتيشن بايه؟ هقول ان الاريا، ودي بالاحمر بقى مش بالازرق مش الاكشوال، دي اللي تم قياسها بمعرفه سعد وبكر، بتساوي 4000 بلس اور ماينس 48 سكوير متر. في اي حاجه مش واضحه؟ ازاي ماشيين ومشينا ازاي والفلسفه اللي ماشيين بيها ازاي؟ هنقول من الاول وبسرعه، هنراجع وبسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم. مسافه اللينث بتاع البلاي جراوند كانت 100 متر 100 متر، اما الويدث بتاعته كانت 40 متر. بعتنا تو ستودنتس، واحد عمل ميجر وترجع لي بالفاليو اللي بتقول 100 بلس اور ماينس 0.7، وبعت والطالب الثاني رجع لي بفاليو بتقول 40 بلس اور ماينس 0.2. انا عارف مسبقا ان الاريا السليمه هي 100 ملتبلايد ايه 40، عشان كده بتطلع 4000 سكوير متر. لكن انا محتاج اعرف نسبه الايرور الناتجه من ضرب القيمه بتاعه الطالب الاول في القيمه بتاعه الطالب الثاني، فهيطلع لي الاريا مضاف اليها الايرور المتراكم من الايرور بتاع سعد والايرور بتاع بكر. اكيد سعد لما غلط وبكر لما غلط وضربت القيمتين في بعض فهيحصل خطأ متراكم. وعشان بعمل عملية ضرب فالتراكم كان نسبي مش كمي، لكن لو كنت بجمع وبطرح فالتراكم كمي. عشان هنا عشان كده في الجمع وفي الطرح بنهتم بالابسوليوت ايرور وبنجمعه كتراكم كمي، اما في عمليه الضرب فالتراكم نسبي، بنجمع الريلاتيف ايرور مش بنجمع الابسوليوت. طيب عايزين نشوف الريلاتيف ايرور بتاع الطالب الاول والريلاتيف ايرور بتاع الطالب الثاني. جبنا الريلاتيف ايرور ازاي؟ الابسوليوت ايرور بنقسمه على الاكشوال فاليو بتاعه الطالب الاول، والابسوليوت ايرور بنقسمه على الاكشوال فاليو بتاعه الطالب الثاني. كده جبت الريلاتيف ايرور لكل ستودنت منهم. كل ما علي اعمله اني اعمل تراكم للريلاتيف ايرور الكلي. فهعمل ايه؟ هجمع الريلاتيف ايرور مع الاولاني مع الريلاتيف ايرور الثاني عشان اعمل زي ما قلنا عمليه التراكم، هيديني الريلاتيف ايرور الكلي، واللي اكتشفنا انه بيساوي 0.012. طيب اقدر من الريلاتيف ايرور اجيب الابسوليوت ايرور؟ الاجابه نعم. الابسوليوت ايرور قاعده بسيطه بتقول الريلاتيف ايرور في الاكشوال فاليو، والاكشوال فاليو عندي ب 4000 والريلاتيف ايرور موجود، اقدر اجيب الابسوليوت ايرور. اذا القيمه اقدر اعمل لها ريبريزنتيشن تاني بطريقه فورمالي تكون الاريا 4000 بلس اور ماينس 48 سكوير متر. في حاجه مش واضحه؟
لا يا مستر. الحمد لله. اخبارك ايه يا سعد؟ الحمد لله يا مستر. سعد انا مش مبسوط يا سعد، انا حاسس ان الامور مش مظبوطه. لا انا مركز معاك والله. طيب ماشي، هنجيب الفلاستين، وقلنا الالياس هات الديستنس يا الياس، واحنا عارفين ان الديستنس 100 متر. معلش انا احب بس اكتب الاسم بالاحمر عشان نبقى فاهمين الدنيا. والياس جاب لنا الديستنس 100 متر بلس اور ماينس 0.1 متر، فبالتالي حطينا الديستنس الخاصة بإلياس، حطينا الديستنس هنا 100 بلس اور ماينس 0.1، صح كده؟ صح. قلنا لسعد او قلنا لجنى، يا جنى قسلنا الزمن التايم الخاص بجنى. جنى لما حبت تقيس التايم قاسته 2 سكند بلس اور ماينس 0.2 سكند. انا علشان اجيب الفيلوسيتي فقمت واخد الديستنس اللي عملها الياس قسمتها على التايم اللي جابته جنى عشان اطلع بالبرودكت بتاعي او الفاينل برودكت بتاعي اللي اسمه فيلوسيتي. فانا هنا هعمل ايه؟ هقسم على 2 بلس اور ماينس 0.2. المفروض يا اولاد القيمه تطلع كام؟ الفيلوسيتي الحقيقيه تطلع كام؟ 50. الفيلوسيتي انا عارف كويس جدا انها 50 متر بر ايه؟ بر سكند، صح ولا لا؟ دي الفيلوسيتي الحقيقيه زي الاريا الحقيقيه. لكن للاسف مش هيطلع القيمه دي، ليه؟ لان اصلا المدخلات فيها ايرور، وبالتالي المخرجات لازم يكون فيها ايرور. فانا هعمل ايه؟ لازم اجيب اول حاجه الريلاتيف ايرور. الريلاتيف ايرور بتاع مين؟ بتاع الديستنس. عباره عن ايه؟ عباره عن 0.1 على 100، صح كده؟ وكمان الريلاتيف ايرور بتاع التايم بيساوي كام يا اولاد؟ 0.2 على 2، صح ولا لا؟ لحد كده في حد واقف، حد مختلف معايا في اللي انا بقوله؟ حد مختلف معايا في القيمتين دول؟ لا مستر. آية؟ لا يا مستر. جنى؟ لا يا مستر. سعد؟ لا يا مستر. تمام. اذا الريلاتيف ايرور الكلي بتاع الحاجه المنتج اللي انا عايز اطلعه، ان كان هنا اسمه ايه؟ هنا اسمه فيلوسيتي. فالريلاتيف ايرور بتاع الفيلوسيتي بيساوي الريلاتيف ايرور بتاع الديستنس بلس الريلاتيف ايرور بتاع التايم بيساوي، يلا بقى احسبوا لي بقى يا حلوين، 0.1 اوفر 100 بلس 0.2 اوفر 2. يلا احسبوا لي بسرعه القيم دي، يلا بسرعه. 0.0 كده صح؟ اياس بيقول ان الريلاتيف ايرور 0.101 ده الريلاتيف ايرور. حلو كده؟ بتاع مين؟ بتاع التايم ولا بتاع الديستنس ولا بتاع المنتج النهائي اللي اسمه الفيلوسيتي؟ المنتج النهائي الفيلوسيتي. وبالتالي الفيلوسيتي الريلاتيف ايرور بتاعتها 0.101. طيب كده اقدر اجيب الابسوليوت ايرور. كام الابسوليوت ايرور؟ ما حد يقدر يقول لي ابسوليوت ايرور عباره عن ايه؟ ده اكس.
بتساوي ايه؟ الريلاتيف ايرور بتاعت الفيلوسيتي مضروبه في الاكشوال فاليو بتاعت الفيلوسيتي نفسها. صح ولا مش صح؟ صح. برافو. تقدروا بقى يلا تطلعوا لي الناتج كام؟ اضربوا لي بقى ايه 0.101 في 15 في 50 يطلع كام؟ 5.05. 5 كام؟ هنا اكتب ايه 5.05 واسكت ولا اكتب 5.05 متر بير سكند؟ لازم اكتب 5.5 متر بير سكند لان الاير لان الابسوليوت ايرور يعتبر فيزيكال كوانتيتي لكن الريليتيف ايرور مش فيزيكال كوانتيتي. يبقى انا لما اجي اعمل ريبريزنتيشن تاني فورمالي بقى للفيلوسيتي هكتب الفيلوسيتي ايكوال 50 بلس اور ماينس 5 متر بير سكند. ادي النتيجه زي ما قال ياس قدم لي قيمة عبارة عن 100 بلس أور ماينس 0.1 وجانا قدمت لي قيمة 2 بلس أور ماينس 0.2 وكان حاصل نتيجة الماث اللي حصل دوت وهو الفيلوستي فالفيلوستي تقدمت بالصورة دي 50 بلس أور ماينس 5.05 متر بير سكوير متر بير سكند. خلاص كده يا اولاد الموضوع بسيط ولا في مشاكل؟ مستر حضرتك قلت في السبتر في الـ في الـ في الـ في الاديشن والسبتراكشن تجيب الريليتيف ايرور. بص يا قمر بص يا قمر هنا بص هنا اهو انا ليه حاططهم لك هنا ليه حاططهم لو تاخدي بالك في اول المحاضره قلت لكم معلش سامحوني هكتبهم هنا عشان ما تسرحوش مني وانا شغال انا عارف انكم ممكن تسرحوا فقلت ان الاديشن والسبتراكشن بجيب الريلاتيف ايرور ثم بشتق منه الابسوليوت سوري بجيب قصدي سوري الابسوليوت بجيب الابسوليوت جه بشتق منه الريلاتيف تلخبطتوا بجيب في الاديشن والسبتراكشن والسبتراكشن في الاديشن والسبتراكشن بجيب الابسوليوت واشتق منه الريلاتيف لكن في المالتيبليكيشن والديفيجن بجيب الريلاتيف واشتق منه الابسوليوت. خدوا بالك مين اللي جاي ومين اللي جاي اللي يجي بعده مين اللي جه الاول ومين اللي جه بعده. القاعده دي لو حطيتيها في بالك وركزتي فيها كويس جدا الدرس ده كله بقى في جيبك. تاني مالتيبليكيشن ديفيجن اجيب الريليتيف ثم اجيب منه الابسوليوت. في الاديشن والسبتراكشن بجيب الابسوليوت ثم اجيب منه الريلاتيف. بس ممكن اقول حاجه اتفضل وانا بجيب الريلاتيف في المالتيبليكيشن والديفيجن بجيبها ازاي؟ اكيد ريلاتيف يبقى اكيد جايه من ريلاتيف زيها بجيب الريلاتيفز الصغيرين واجمعهم على بعض بجيب دي وبعد ما جبت دي اقدر اجيب. طيب في الاديشن والسبتراكشن بجيب الابسوليوت ايرور وطالما جبت الابسوليوت ايرور يبقى اكيد جاي من ابسوليوت صغيرين. ازاي بجيبهم الابسوليوت الصغيرين المكونات؟ بجمعهم برضه على بعض. يبقى انا عمال اجمعه بس بجمع هنا بجمع الابسوليوت عشان يديني الابسوليوت الكلي واقدر اجيب من الابسوليوت الكلي الريلاتيف الكلي. هنا بجمع الريلاتيفز عشان اجيب الريلاتيف الكلي. بعد ما جبت الريلاتيف الكلي اقدر اجيب الابسوليوت الكلي. القاعده دي سهله وبسيطه ومفهومه ومشروحه ستيب باي ستيب. في حاجه لحد كده مش واضحه يا اولاد؟ لو حد مش واضح حاجه ما فيش مشكله ما تتكسفش يقول لي.